وبالتالي نترجم حبه للأفعال والمواقف. فكلمة واحدة طيبة يمكن أن تغير أشخاص، فأن تعطيهم الأمل في الحياة، وأن تزرع الفرح في نفوسهم وقلوبهم. هذا أنا وهذا شعاري في الحياة. عملت له طوال سنوات وسنوات بفرح، بمصداقية، بحب العطاء. واليوم أقف أمامكم بخشوع، بتواضع، بشعور جديد يزحم بدوافع أكيدة للاستمرارية في مسيرتي الاجتماعية والإنسانية. أقف أمامكم مكرمة من قبل جامعة ملوك الحرب النقدية الأستاذ طلال حداد في بلدة فالوغة، البلدة التي تفتح ذراعيها للأصدقاء، للأحباب، للتلاقي والتآخي. واليوم تستقبل أهلنا من الشمال من طرابلس البيحاء، فأهلا وسهلا، نورتم بلدتنا بوجودكم، نورت بلدتنا بوجودكم. كلمة شكر من أعماق قلبي، وتحية وتقدير واحترام للأستاذ طلال حداد جامعة ملوك الحرف النقدية على تقديركم لجهودي المتواصلة. بارككم الله وجزاكم خيرا في كل ما تسعون له. كما أشكر كل من شاركني اليوم فرحتي بالتكريم، أهلي، أولادي، أصدقائي، أحبائي، الجمعيات الخيرية. كما أخص بالشكر سفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعي السيدة غادة شرف الدين، والسيدة رندا الأعور سفيرة الطفل العربي في لبنان. لقد أنرتم اليوم قيمة ومعنى لحياتي. أشكركم وأقدم لكم امتناني العميق، وأهلا وسهلا فيكم. أستاذ طلال تفضل. في بعض مفاجأة للست ناجية، حلوة كتير، من أستاذ طلال. طبعا يعني نحن قد ما قدمنا نبقى عاجزين، وبمنو في ربع اللي عم تقدمه الست ناجي الله يطول بعمرها، ولكن من اهل الشمال ومن قلب الشمال من عكار، اليوم في فنان التشكيلي حبت تتكرم كذلك مع ملوك الحرف. تكريم تفضلي ايمان نبوش الرسامي التشكيلية، حابة تقدم لها لوحة. سيدة غادة شرف الدين تفضلي، بدها تحكي كلمة بالمناسبة. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم. بداية برحب بكم جميعا وكل التحيات والتقدير لكم الأحباء والأهل في فالوغة والمدن الأعلى، مدن الضيافة والكرم والأخلاق والسياحة والعيش المشترك والموقع الجغرافي المميز. أتقدم بالشكر إلى السيد طلال حداد
رئيس وعميد جامعة بنوك الحرف النقدية على هذا التكريم الذي خصنا به، وأهدي هذا التكريم إلى كل سيدة مناضلة وناشطة في الشأن العام والاجتماعي والإنساني والوطني، لأن الأوطان لن تبنى وترتقي إلا بمشاركة النساء ودورها الفاعل على كافة الأصعدة. وأنوه بدور جامعة ملوك الحرف النقدية الهادف إلى تعزيز دور الثقافة والأدب والشعر في مجتمعاتنا العربية للحفاظ على لغتنا الأم والتي نعتز بها، وأيضا نشر ثقافة السلام والسلم الاجتماعي بين الشعوب ودعم الحركة الثقافية والأدبية في العالم العربي ولبنان. وأبارك السيدة الإنسانية الفاضلة المعطاءة والمحبة السيدة ناجية حلال، والذي يجمعني معها أننا على ذات الهدف وهو الشق الإنساني والخير. دمتي علما من أعلام لبنان المميزين، وأطال الله وأرحب بالهيئة الإدارية لجامعة ملوك الحرف النقدية الآتيين من مدينة وعاصمة الشمال طرابلس الفيحاء. حضوركم شرفنا اليوم، وشكر إلى الصديقة المربية والمميزة بحضورها وثقافتها ودورها في بناء أجيال صالحة، سفيرة الطفولة الآنسة رندا الأعول، على مشاركتها معنا اليوم بتقديم هذا اللقاء. كل الشكر والتقدير لمسيرتكم. شكرا لإدارة مطعم كان زمان والقيمين عليه فردا فردا لاستقبالنا اليوم. شكرا لجميع المشاركين. أهلا وسهلا فيكم، بنشكر حضوركم وبنشكر كمان إدارة مطعم كان زمان. تفضلوا على البوفيه وست ناجيه بدها تقص قلب الجاتو.